بس مرة أنا شايف كارديو أليكس كل سنة بشوف إيه التطور الجديد، إيه الحاجات اللي بتحصل. فخورين جدا باللي إحنا بنقدمه في كارديو أليكس، وإن شاء الله كل سنة هتلاقوا حاجات أحسن إن شاء الله. طب what do you think about كارديو أليكس this year؟ كارديو أليكس this year بيستو إن هو يعني مفيش topic في الطب، مفيش حاجة جديدة مش مغطينا. الكونسيرتس بتاعت كل الفئات من اول الدكاتره التكنيشنز النيرسين ايفن الستودنتس بيقدروا يستفيدوا، كل واحد ليه السيشنز بتاعته، غير ان احنا في لايف ترانسميشنز كل يوم. ايفن لسه حاطين واحده في جامعه كولومبيا في نيويورك، كان في واحده تبع ايتالي وايتالي فتحت اول يوم فعلا ميلانو. كل انترناشنال سبيكرز كتير جدا. كارديو أليكس بيست ان هو updated up to date till يعني yesterday. دكتور، احنا عايزين نعرف من حضرتك انواع الدعامات الجديده. والله بصي، يعني هو الدعامات دي مرت بايرز كتيره قوي، وموضوع التوسيع الشرايين مر من اول ما بدانا خالص كنا بنوسع ببالونات بس كده، وبعد كده نسيب الشريان زي ما هو. اكتشفنا بعد كده ان ده مش بينفع مع مش بينفع كمان انه بيرجع تاني الدعامات والشرايين تتسد. بدأنا نفكر طب ليه ما نحطش دعامات؟ ظهرت انواع دعامات. في الاول كانت حاجه اسمها بير ميتال ستنتس، او الدعامات اللي هي مجرد حديديه كده بس ما بيعمل حاجه. برضو تطور العلم اكتر، بقينا نحط الدعامات الدوائيه او تطلع بتقلوب دراجز معينه بحيث ان هو ما تخليهاش تتسد تاني خلاص. وانواع بقى هذه الادويه اتطورت برضو مع الزمن لغايه ما وصلنا لقيتلي ان في دعامات اسمها بايودجرادبل ستنس، اللي هي الدعامات دي بتتلاشى بعد فتره من الزمن ومتبقاش موجوده، مجرد ان هي بتوسع الشريان فتره وبعد كده هي بتدوب لوحدها في الجسم. كل حاجه وليها استخداماتها وليها اهميتها، كل ما الزمن بيتطور كل ما الموضوع بيبقى ميرسي جدا يا دكتور سامي جابر، حضرتك معانا في نادي